أعزائي مشاهدي يلا كورة في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة النهاردة مع محمد عبد السلام، مدافع نادي فيوتشر والزمالك السابق. منورنا يا محمد حبيبي. يا عامل ايه؟ حبيبي الحمد لله تمام، كله زي الفل. كله زي الفل. اتكلم معاك بقى، ابدأ بفيوتشر، عايزين نعرف ناويين تعملوا ايه السنة دي. لا نادي فيوتشر، أول حاجة برحب بيك وبكل الناس اللي موجودة هنا في الاستوديو. لا نادي فيوتشر من أول يوم طلع فيه هو أصلا بينافس على كل البطولات، ده حاجة هو من أول ما طلع الدوري الممتاز أكد عليها. السنة اللي فاتت احنا مفنشين رابع، هنشارك الكونفدرالية السنة دي، أكيد هننافس على الكونفدرالية طبعا زي السنة اللي فاتت، يمكن أكتر، ممكن يكون ما حلفناش الحظ السنة اللي فاتت، بس إن شاء الله السنة دي نقدر نوصل لأبعد نقطة فيها بإذن الله. عايز أتكلم معاك عن اللعيبة في فيوتشر وطموح اللعيبة. أنت ما بنيت الفرقة، بنيت على لعيبة جاية من الأهلي والزمالك، لعيبة كبار، لعيبة كانت دايما متعودة على البطولات. هل ده دايما هدفكم ان انتوا تحققوا بطوله؟ حتى بعد ما حققتوا كاس الرابطه انت كنتش موجود معاهم وجيت بعد كده، الهدف عندك لما جم تعاقدوا معاك احنا عايزين بطولات، الطموح يحققوا بطوله ايه او ايه اقصى حاجه هم عايزين يعملوها؟ بص انا من اول يوم نزلت في التمرين ودخلت على الفرقه كل واحد رقم واحد بالنسبه له المكسب اي ماتش، ده حقيقه بصراحه. كل اللعيبه اللي موجوده من اصغر واحد لاكبر واحد، دي كانت ميزه في الفرقه ان كله هدفه المكسب، سواء ماتش في الكاس في الرابطه في كونفدراليه في دوري اي حاجه، كلنا بننافس على ان احنا لازم هنبقى في الاول، مفيش مركز تاني. حتى لغايه اخر كام اسبوع احنا تقريبا مركز تاني، بس الحمد لله ان شاء الله السنه دي نعوض ونقدر ننافس. لما مشيت من الزمالك كان عندك اختيارات كتير جدا، كان عندك انديه كتير جدا، ليه فيوتشر بالتحديد اللي اخترتها رغم ان كان في عدد كبير من المدافعين في يعني في مركزك او في مكانك والمنافسه طبعا كانت صعبه، ليه فيوتشر بالتحديد الاول؟ عايز اعرف منك، وعايز اعرف منك لما رحت المنافسه كانت عامله ازاي؟ لان زي ما قلنا احنا مشيت من الزمالك النادي نادي بطولات، دايما بننافس على كل البطولات. لما بصيت لقيت فيوتشر النادي فيه كل المميزات دي، زائد ان الجهاز الفني بقياده كابتن علي بصراحه لما تواصل معايا حسيت ان هو عايز عبد السلام، فانا هو طريقه لعبه حسيت انها شبه طريقه لعبي شويه، فحسيت ان انا اقدر اطلع فيه كل اللي عندي. المنافسه بقى سعد سمير، مرعي، علي الفيل، محمود رزق، محمد عبد السلام، يعني منافسه صعبه. كانت صعبه فعلا، وانا قبل ما اروح فكرت فيها، لان كلهم كل واحد في مركزه هو احسن واحد، فانا بس دي الميزه، دي حاجه كويسه لما تروح مع لعيبه كبيره زي دي، ده هيساعدك انك تكون احسن واحسن. ما قلقتش يعني هو بيلعب باتنين دايما، سعد ومرعي، شويه بيدخل علي الفيل شويه رزق، ما قلقتش في الاول على الرغم انت لما رحت لعبت يعني لعبت واديت في اكتر من مكان معاه؟ لا هو مش قلق، هو زي ما قلت لك ده احسن حاجه انك تروح على مكان يبقى فيه منافسه عشان تقدر تطلع كل اللي عندك، احسن بكتير ما تكون انت مثلا رايح في مكان ما فيهوش حد، فهتلاقي نفسك فاهم ما بتجيبش احسن حاجه عندك، زائد ان انت دايما زي ما قلت لك ما تبقى ملاعيبه كبيره بتقدر ان انت انا لازم اكون موجود، فمش مفيش هزار، مش هعرف اهزر. مفيش هزار مع كابتن علي ماهر؟ اه طبعا مفيش خالص. لازم ارجع بيك خطوه لورا عن الزمالك، وعايزين نعرف ايه اسباب رحيلك عن الزمالك. انت مره واحده رجعت النادي، مره واحده مشيت، ايه اللي حصل وليه مشيت من نادي الزمالك؟ اولا انا لما خرجت الاتحاد عاره فخرجت انا في دماغي ان انا عايز العب وعايز ارجع عشان ارجع الزمالك ايه حاجز مكان في الفريق. السنه كانت بدأ شويه كويسه مفيش مشاكل لغايه ما جت الاصابه دي اللي اخرتني شويه بقى. كان في الفتره دي كان فيريرا، مستر فيريرا كان لسه ماسك، كنت انا مصاب بقى فما شافنيش اصلا، فلما رجعت هو بيحب عدد قليل جدا في التمرين، ده اللي انا عرفته، فما لقيتش مكان لنفسي في القائمه، فقلت لا انا اخرج احسن. كنتش تتمرن معاهم؟ ما كنتش تبقى موجود معاهم؟ لا ما كنتش. حاولش حتى يشوفك في التمرين؟ لا خالص، حتى انا طلبت ده بس جت ان في رفض. طب الجهاز اللي معاهم فين؟ رفض من مين؟ انا ما مش عارف مين بالظبط. الجهاز اللي معاهم فين؟ ما اتكلمتش معاه. انا لعيب جاي من اعاره وانتم مرجعيني، طب ازاي انا ما اتمرنتش مع الفرقه؟ كنت كل ما اتواصل مع حد يقول لي الراجل هو اللي مش عايز عدد معين ومش عايز اكتر من كده في التمرين. كان مين موجود ساعتها من المدافعين في الزمالك؟ كان الونش كان موجود بس كان في فتره الاصابه بتاعته، كان في حسام عبد المجيد، عبد الغني، لما انا رجعت كان جابوا الزناري، يعني ثلاث مساكين بس. كان في محمد طارق كان بدا يلعب مساك، هو المسلوسي،
هم اصلا باك رايت بس بداوا يدخلوا مساكين. هل كل ده ان انت بتجيب لعيبه وتلعبهم وانا عندي لعيب جاهز ولعيب منتخب اولمبي ولعيب لعب الدوري السنه اللي فاتت مع فرقه جماهيريه وقدر انه يثبت نفسه قبل الاصابه، ما كانش في دماغه خالص ان انا اديله حتى الفرصه ان انا اشوفه في التمرين؟ ده اللي انا طلبته يعني، انا قلت كده، قلت تمام انا راجع من اصابه وقعدت فتره بس الملعب هو اللي بيحكم، انا كده كده متأيد انتظار عادي اتمرن مع الفرقه ويمكن الراجل يقتنع بيا ويقول لي انا عايزه. واحده واحده بقى، انت كده رحت ولقيت نفسك بتتمرن لوحدك والدنيا مش ماشيه احسن حاجه، ايه موضوع بقى قائمه الانتظار ده؟ لا مفيش، انا اصلا ما حدش وصل معايا من النادي يعني، انا بعد الاصابه ما حدش كان بيتواصل معايا خالص، حتى انا كنت بحاول اتواصل مع كذا حد، كل الاعراض ثواني لما السنه تخلص الاعراض لسه. فما جينا ننزل بقى رحنا النادي اول تمرين قالوا الاعراض ما حدش ينزل تمرين، كل الاعراض الراجل ياخد قرار. في البدايه كان كله، بعد كده بدا ناس تطلع وبدا ناس بعد كده هم بلغوهم ان هم هيخرجوا. انا كان رقم واحد بالنسبه لي اللي اخرني ان انا كان في عروض ساعتها كتير بس انا كنت حابب اكمل في الزمالك، كنت حاسس ان انا مع مدرب فعلا بيلعب اللي بيتمرن كويس وبيتعب هيكون ليا مكان، ده اللي اخرني. فانا كنت واخد وعد ان انا مش هتأيد انتظار، ده اللي خلاني استنيت للاخر. فجأة لقيت نفسي ولا حد بيتواصل معايا في التمرين وفجأة لقيت نفسي انتظار بس. وفضلت طول الفترة دي 6 شهور او من شهر 9 لحد 1 بتتمرن لوحدك؟ بتمرن لوحدي بره. بره النادي ما تروحش حد تتمرن في النادي؟ وما كانش فيه اي اتصالات ولا حد؟ ما حدش بلغني لا. لما كنت قاعد اول مرة قالوا لي هنبلغك مع التمرين ما حدش بلغني. ولا حتى فرقة الامل ولا اي حاجة خالص؟ ولا الامل ولا اي حاجة. ما هو ده الوعد اللي انا كنت واخده الاول. ووافقت عليه ما فيش مشكلة. طب ليه وافقت؟ عشان انا الملعب هو اللي هيثبت، انا راجع من اصابه فانا حابب ان انا ارجع بس. حسيت بيه ساعتها؟ ولا حاجه، اكيد طبعا كنت زعلان ومتضايق مع اي حد، بس انا خدتها خطوه ان انا لا انا هتعب اكتر الفتره دي، الخمس ست شهور دول هتعب فيهم جامد، ولغايه ما ان شاء الله شهر 1 لو ما رجعتش الفرقه انا هروح على مكان ابقى جاهز. يعني انت خمس ست شهور بتتمرن لوحدك بره النادي خالص، هل مستحقاتك كانت بتنزل كمان؟ لا انا لغايه دلوقتي ما خدتش فلوسي المتاخره كلها السنه اللي انا قعدتها في الزمالك. سنه كامله ما خدتش منها؟ ما هي الست شهور. ما خدتش فلوس، ما كانش بنزل اي حاجه. بس انت لما تقعد قائمه انتظار انت المفروض الفلوس بتاعتك بتنزل مع اللعيبه بشكل شهري؟ لا ما كانش بينزل اي حاجه. ما حاولتش تتواصل مع حد حتى تعرف الفلوس هاخد مستحقاتي ولا لا، الموضوع ايه ظروف الكلام ده كله؟ ساعتها كنت بتصل باداري عادي انا انزلي فلوس مع الناس ولا لا، لا طب هشوف طيب بس، لكن ما فيش رد ان هو في فلوس ولا لا. طب لما ما حاولتش بقى تقول انا ساعتها طب انا لازم اتدخل هنا، انا حرام السنه دي بتضيع مني، انا الست شهور دول بيضيعوا مني، انا لازم اتكلم مع فييرا نفسه، لازم احدد احتياجاتي معاه؟ ما هو تمام بس انا مش هروح افرض نفسي على حد. بس ده حقك انت لعيب في الفرقه. ما هو انا حقي وكل حاجه بس لو انت مش عايزني، انا ما تواصلتش مع فييرا نفسه، بس لو انت كاداره نادي بتقول لي انا ما، طب ليه قعدك من الاول؟ ما اعرفش، انا الفكره كلها ان انا خدت الوعد في بدايه الرجوع، فخدت وعد ان انا مش قاعد انتظار، وانا كان رقم واحد بالنسبه لي ان انا اكون موجود في فرقه مش ان انا اخرج عاره تاني. فاستنيت، فاتفاجئت في اخر يوم او اخر كام يوم ان انا عبد السلام انتظار، فخلاص بقى امر واقع ان انا مفيش نادي، بس فاضطريت استنى بقى انتظار يعني غصب عني. بس حتى اللوائح بتقول ان انت في قائمه انتظار، انت من حقك تتمرن مع الفرقه، من حقك ينزل لك مستعد، مع انت لعيب في الفرقه، انت لعيب في الفرقه. ما حاولتش برضو ان انت تتكلم مع اي ما حاولتش اتكلم، انا خدتها قلت خلاص انا مش هضيع وقت في الكلام، اللي حصل حصل فانا هتمرن، النادي ما بلغنيش ان انا اتمرن مع الفرقه مش عايزني. مش جاز النادي عمال يخصم كل ده؟ لا ما هو اكيد مش هيعمل كده لان الكلام ده هو اللي ما بلغنيش فهيخصم مني ليه؟ مفيش مره حاولت تروح فيها التمرين تشوف الدنيا؟ مش انا من نوعيه اللعيبه اللي بروح اخلق مشكله وافرض نفسي ان انا اقعد يتمرنوني يا اما هعمل مشكله، مش انا. وبعدين ما ينفعش انا اعمل كده مع نادي الزمالك، هو في الاول وفي الاخر برضه نادي ليه فضل عليا يعني، هو سبب في ان اسم محمد عبد السلام يتعرف اصلا، فمش هينفع نعمل اي مشكله. بس 5 شهور بتتمرن بره النادي عشان تقف على رجلك عشان تروح في يناير مكان كويس اللي هو فيوتشر بالظبط، ده كان بالنسبه لك تحدي ليك ولا كان بيهمدك ان انا ازاي ما بقاش موجود، ازاي ان انا ما اكملش في الزمالك؟ بالعكس كان تحدي يعني، انا بدليل ان انا لما رحت ما كنتش رايح كده بس، لا انا الحمد لله قدرت ان انا اشارك في ظل ان موجود اسامي كبيره زي اللي موجوده دي في الزمالك. قصرت في حق نفسك ولا اتظلمت؟
بص انا مش هقدر اقول اتظلمت ولا قصرت في حق نفسي، بس هي في الاول وفي الاخر وجهات نظر. في خلال الثلاث سنين انا طلبت ان انا امشي كذا مره، والمدربين هم اللي كانوا بيرفضوا، ودايما كان كل المدربين اللي مسكوني يتكلموا معايا اللي هو اصبر، فرصتك هتيجي، كمل زي ما انت تتمرن كويس. فمعنى الكلام ده انا مش مقصر، لو انا مقصر كان مشيت من اول سنه. بس وظلم لا مش هقدر اقول ظلم، لان الناس اللي كانت بتلعب برضو ممكن يكون وجهه نظر مدير فني ان هو شايف ان دول احق ان هم يلعبوا. لعبت في الزمالك في مراكز كتير، لعبت سيرت باك، ولعبت باك رايت، ولعبت ديفندر، يعني لعبت في الثلاث مراكز دول. لا ديفندر ممكن اكون ما شاركتش ديفندر في الزمالك، بس شاركت في الباك رايت والمساك، شاركت فيهم اغلب الماتشات. يعني ده ظلمك شويه ان انت بتلعب في مكان برضو مش مكانك في بعض الاوقات؟ ممكن شويه ممكن، بس انا عن نفسي في اي مكان حتى في فيوتشر السنه دي انا ما بقولش على اي مكان، لا انا الحمد لله اي مكان بلعب فيه بحاول اطلع احسن حاجه عندي، والباقي على ربنا. هو المدير الفني في الاول وفي الاخر ليه وجهه نظر. ليه دايما كانت في كل فتره انتقالات بيتربط اسمك ان انت هتطلع اعاره، او ان انت مش هتبقى موجود، او ان انت كل دايما في يناير كنا بنسمع ده، وفي اول السنه بنسمع ده، ده نفسه كان بيأثر عليك وانت داخل فتره اعداد مع الزمالك، او داخل دايما ان انت تبقى موجود في بدايه موسم؟ بص انا اقول لك حاجه بصراحه والله، يعني انا بالنسبه لي ويمكن انت عارفني على مستوى الشخصي انا ما بتابعش اي حاجه، فانا ممكن اعرف اصلا ان انا انت فلان عايزك اعاره من واحد صاحبي. انا مش من النوع اللي بعرف اقلب، مش ببقى مش عايز، مش ده الموضوع اللي شاغلني انا اكتر من الاكونت الشخصي بتاعي. ما مش هتلاقيني بتابع اي حاجه، مش عشان انا مش عايز اتابع، انا مش ماليش في السوشيال ميديا قوي. بس الاعاره لنادي الاتحاد السكندري شايفها ان هي اضافت ليك ولا خدت منك؟ بص هي اكيد اضافت ليا، بس الحظ ما ساعدنيش في الاخر، اللي هي الاصابه هي دي اللي فعلا اخرتني شويه، اخرتني كتير كمان. لكن انا لما بدايه الموسم انا في يناير مستر امير كان تواصل معايا اصلا، انا كان عايز نرجع الزمالك من رغم ان انا كمان كان عندي احسن من كده، بس بعدها كان ساعتها الحاج محمد مصلحي رفض، فكملت السنه. مفيش بعدها بحاجات بسيطه، الاصابه جت، فدي بقى اللي اخرتني. لكن اكيد طبعا السنه اللي ضافت لي كتير جدا، دي كان الرفض بتاع ان انت ترجع ده خارج يعني عن ارادتك اكيد. طبعا لما نادي الزمالك يكلمك بتبقى حابب ان انت ترجع تاني، يمكن الرفض اللي حصل ده هو اللي خلى الناس تاخد موقف منك بعد كده في نادي الزمالك. لا ما اعتقدش لا ده مش سبب خالص، لان ممكن يكون السبب في ان انا ما رجعتش الزمالك خدت مكان كان ممكن الاصابه، ده اللي اخرتني فعلا، هي اللي اخرتني كتير. مين افضل، فييرا ولا كارتيرون ولا باتشيكو ولا جروس من وجهه نظرك؟ والله العظيم كلهم بالنسبه لي معايا انا كمحمد عبد السلام كلهم بالنسبه لي كويسين، وكلهم كانوا بيعاملوني كويس جدا وكانوا مقتنعين بيا، ده كلامهم هم معايا شخصيا. ما ليه دايما بيحصل يعني ليه في الملعب بقى عكس كده؟ ممكن يكون عشان انا حظي في الفتره دي كنت فعلا الناس اللي في مركزي فعلا ناس اساميها كبيره ومستوياتها كان في احسن مستوياتهم الفتره دي. بس انت بتلعب اولمبيات ومنتخب اولمبي وداخل على الاولمبيات، كنت محتاج تلعب؟ انا معايا كنت محتاج العب، عشان كنت بطلب ان انا اخرج، لان انا كنت شايف ان اللي بيلعب في مكان مثلا كان الوينش محمود علاء، والاثنين ما شاء الله كانوا في التوب بتاعهم، عبد غني معاهم نفس الكلام كان يمكن نفس المستوى ويمكن احسن مننا كلنا، فالموضوع كان فيه صعوبه شويه. ايه مميزات بقى كل واحد فيهم، امسك فييرا ولا كارتيرون واحد واحد، ده ايه مميزاته بالنسبه لك، وايه ده كان مش هقول لك العيوب لكن السلبيات اللي كانت بتحصل منه بالنسبه لمحمد عبد السلام؟ فييرا وكارتيرون انا فييرا ما بالنسبه لي معايا ما حضرتوش فما اعرفش هو الموقف، بس ان هو بيحب لعبه معينه. مش بيحب هو الموضوع، انا ما اتعاملتش معاه خالص. هو بيحب الكلام اللي اتقال لي ان هو بيحب عدد قليل في التمرين، فمش عايز ما فيش مكان ان هو يدخل حد تاني ان هو لسه هيبص عليه محتاجه ومش محتاجه، هو مش محتاج حد مثلا في الحته دي فخلاص هو مش محتاج. كارتيرون هو كان بصراحه الميزه اللي فيه جدا ان هو نفسيا كان كويس جدا مع كل اللعيبه، ومعايا انا كان ما كانش فيه اي مشاكل بيني وبينه خالص. جروس وجروس نفس الكلام، ممكن في البدايه شويه ما كانش مقتنع بيها خالص، لان كان في قصه ما فيش، هو كنت انا اول ما جيت الزمالك كنت اتصبت برضو اصابه كده في الاول، اول تمرين ليا كنت اتصبت. ما هي اول تمرين ليا اتصبت اصابه، فقعدت برضو بتاع شهر ونص كده، فما رجعت من الاصابه بقيت اتمرن دايما بره التشكيل، بره التراي ماتش، ولا التراي ماتش بره الكلام ده كله، بتمرن التمرين دايما بره الكلام ده. فانا لما اتكلمت معاه
هو قال لي الاصابه والكلام ده، قلت له انا رجعت وجاهز. فالمهم الكلام اتقفل على كده، ما فيش بعدها بيومين بالظبط كان في الوينش وكان في حد تاني مصاب، مش فاكر كان محمود علاء او عبد الغني حاجه زي كده، حد طرد وحد اصابه. فاللي هو ما فيش غير مساك واحد وانا، وهو مش مقتنع بيها الفتره دي، لو انا هلعب خلاص المفروض ان انا خلاص هزبط. ما لقيته ما بيلعبنيش في التمرين برضه وانا بره، فكان مره لوحدك كان بيلعب ديفندر. فاتكلمت معاه فهو قال لي الاصابه وانت راجع من الاصابه. المهم الموضوع اتقفل، ما فيش بعدها بيومين كان عندنا ماتش الداخليه اصلا بعدها باربع خمس ايام، بس كان في ماتش ودي في النص مع اهلي طرابلس الليبي. فهو بدا بالتشكيل الاساسي وانا جيت اخر نص ساعه نزلت، دي كان اول نص ساعه بلعبها في النادي اصلا بعد شهر ونص من ساعه ما روحت. فعملتها كويس الحمد لله. فالماتش تاني تمرين على طول لقيت نفسي انا اللي بادئ، فمن بعدها بقى هو معايا مشيت معايا مع جروس وبدا يحبني جدا. حتى الماتشات ما لعبش فيها ما بقتش اخرج بره الماتشات خالص يعني. وباتشيكو، باتشيكو كان برضو لا باتشيكو مدربين كويسين جدا بصراحه، من على المستشفى بحبه جدا كملعب وكل حاجه، ومعايا انا كان كويس. بس برضو زي ما قلت لك انا حظي في الثلاث سنين دول كان في لعيبه كتير والاصابات جامده. لا الحمد لله كانت اول اصابه بس، بس كان الفتره دي في مركزي كان اللعيبه ما شاء الله يعني. طب رتبهم لي كده، كان في مركزي يعني لا المدربين باتشيكو كارترون او باتشيكو جروس كارترون. انا بالنسبه لي جروس وكارترون في حته واحده، في حته واحده. في الفتره انت كنت فيها الزمالك كان بيكسب بطولات، وانت خدت كام بطوله مع الزمالك؟ مع اني لعبت بس مع اني لعبت مع جروس اكتر من باتشيكو ومن ومن كارترون. بس انا باتشيكو كنت بحس التمرين معاه كان ممتع بصراحه. عشان كده كان عايزك في بيراميدز كمان في يناير اللي فات. انا كان حد تواصل معايا وقال ان هو كان محتاجني، بس انا كان طبعا الموضوع مع كنت انا مختار في فيوتشر لسبب هدفه انا عايز ارجع العب. فانا شفت ان المكان ده انا هقدر ان اطلع فيه كل اللي عندي. انت خدت كام بطوله مع الزمالك؟ مع الزمالك تقريبا سبع بطولات في ثلاث سنين. منهم سنه اعاره، منهم سنه اعاره، اربع سنين ثلاثه وسنه اعاره. سنه اعاره من عدد كويس جدا من البطولات يعني في نادي الزمالك. بس انا نسبه مشاركاتي بصراحه يعني انا البطولات برضو بالنسبه لي اغلبها شاركت في كله بس قليله جدا. فانا كنت محتاج في كل سنه ان انا في ناس كتير معاها بطولات يعني سبع بطولات كتير وكويسين وكل حاجه في ثلاث سنين، بس انا كنت محتاج ان انا اشارك اكتر من كده عشان تحس بيها اكتر، عشان احس بيها اكتر. بس طيب ايه المشكله دايما اللي بتبقى في نادي الزمالك؟ يعني نادي الزمالك عنده لعيبه على اعلى مستوى، عنده الاداره ما بتبخلش، اللعيبه في الملعب ما بتاثرش، ايه المشكله يعني دايما؟ ايه المشكله اللي بتحصل او ايه المشكله اللي بتخلي نادي الزمالك بعد ما بياخد خطوه لقدام بيرجع اتنين لورا؟ انت كنت لعيب وكنت في اوضه اللبس، فمش هقول لك يعني ايه اللي كان بيحصل، بس عايز اعرف ليه الاسباب، يعني ايه الاسباب ده؟ والله صدقني حتى اللي جوه مش عارفين ايه الاسباب. انت بتبقى ماشي كويس جدا وكل الظروف مساعداك، يعني انت مثلا في ثلاث سنين كنت موجود فيهم كان عندك احسن لعيبه في مصر كلها، فجاه اللعيبه كلها بتمشي. ايه السبب؟ ممكن يكون ماديا، ماديا ده سبب ايه ان يحصل العجز ده برضه الله اعلم، ما حدش يعرف. بس انا شايفها كلها محصوره في الماديات، لان يعني انت لو معاك ماديات او معاك سيوله هتقدر تخلي ده من فرقه جامده. بس انا ما عنديش سبب تاني اقوله غير كده. عايز اتكلم معاك بقى عن ماتش نهائي القرن، انت كنت موجود ما بين الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا. كنت موجود على دكه البدلاء، احدث الماتش اكيد بالنسبه لك ما تنساهاش لغايه دلوقتي. انا عايز اقول لك ان ده اكتر ماتش فعلا نزلت عليه في حياتي، لان فعلا احنا كنا انت ماسك الماتش كله، عملت كل حاجه تقريبا، ما كانش ناقص بس انك تكسب. بس كنتوا نازلين عارفين انتوا هتكسبوا؟ اللعيبه نازله مش هنقول عارفين، بس اللعيبه نازله عايزه تكسب، فانا نازلين الماتش ده وحياه هنكسب. وفعلا الاداء بتاع الماتش والسيناريو كله ما يديش عكس كده، بس الحمد لله يعني. ايه اغرب موقف انت استغربته في او اغرب سيناريو استغربته في الماتش ده؟ هو ان فجاه يعني انت زيزو خلاص كوره بتتشاط في العارضه جون، يعني خلاص جون، تيجي في العارضه ترد عليك بجون، فانت كانت في الدقيقه 80 تقريبا فالماتش مات. انت بقى وقفشه بيشوط الكوره والكوره بتخش الجون، صدمه بقى على الدكه بقى، يعني ايه شعورك بقى؟ هو صدمه، بقول لك انت بتتكلم في كوره ما فيش بينها ثواني او دقايق، كوره بتتشاط، فانت بالسيناريو غريب. انا فعلا قعدت بتاع 3 4 ايام ما بطلعش من البيت.
اللعيبه يعني معظم اللعيبه لما كنت اتكلم معاه بيقولوا لي كده، هل ده فعلا حقيقي 3 ايام مش ما بتطلعش؟ انا فعلا انا يعني انا اصحابي كان لي اصحاب اهلاويه، انا اي حد بيكلمه ما بردش عليه، والله ما كنت برد على حد خالص وما خرجتش فعلا. يعني انا اكتر من التمرين ما كنتش بروح في حته فعلا. ده الماتش الوحيد في حياتي اللي زعلت عليه بجد. خد منكم كتير الماتش ده عشان تطلعوا منه؟ لا، انا افتكر ان الفرقه كملت بعدها فتره كنا كويسين، لا ما خدتش. دليل ان احنا خدنا بعدها في الزمالك، خد دوري وكاس لا لا. الزمالك قريب انه يكسب بطوله افريقيا ولا لسه الموضوع؟ بص، هي الظروف السنه اللي فاتت بصراحه والسنه دي ان شاء الله الدنيا تبقى احسن، بين فرقه تبقى تقدر تنافس على بطوله افريقيا. السنه دي الزمالك طبعا نادي كبير، هو طول الوقت باي لعيبه عنده باي حد موجود ويقدر ياخد اي بطوله. بس اخر سؤالين بقى عشان نقفل ملف في الزمالك، ايه اغرب موقف اتعرضت ليه في الزمالك؟ موقف بالنسبه لك كان غريب جدا. هو ممكن يكون الموقف اللي انا الطريقه اللي مشيت بيها. بس في مالكش موقف مع لعيبه؟ موقف لا لا، اللعيبه كلها شيكابالا لا، كلها علاقتي بيهم علاقه كويسه جدا. مفيش. ايه اللي كسبته من نادي الزمالك؟ لا طبعا، نادي الزمالك ضاف لي كتير جدا، هو اللي عمل محمد عبد السلام. بس كتير، كل حاجه بقى، اسم ومكان وكل حاجه، هو نادي الزمالك كل عمله. خرجت من الزمالك رحت على الاتحاد في تجربه جديده عشان اثبت نفسي، عشان العب، عشان ارجع الزمالك تاني العب. التجربه دي كانت مفيده ليك؟ اه طبعا، ما هي زي ما قلت لك ضافت لي كتير برضو. ما اخرتكش؟ لا ما اخرتنيش، الحمد لله. اي حاجه في حياتي ما باخدهاش انها بتاخرني. هي ممكن يكون يعني السنه لو كانت مشيت طبيعي من غير اصابه، من غير الاصابه اللي في الاخر، لا كنت هقدر ان ارجع الزمالك كمان وارجع وانا مستريح. نرجع بقى خطوتين لورا كده شويه. كنت موجود في الاولمبياد، رحت لحد اخر فتره، انا كنتش بتشارك كتير، بس انت كنت من العناصر الاساسيه اللي موجوده مع شوقي غريب، فانضميت للاولمبياد ورحت. شايف يعني اللي حصل هناك، انتوا كان التارجت بتاعكم ان انتوا تكملوا لابعد مدى في البطوله، ولا الاحداث اللي حصلت هناك اثرت على البعثه واثرت عليكم؟ لا احنا اكيد طبعا المنتخب بتاعنا بالذات كله اسامي كبيره، ما فيش حد كل يعني ما فيش حد بيبقى في دماغه ان انا اخر النقطه دي، لا كله بيبقى دماغه عايز يوصل لابعد نقطه. بس فممكن تكون الظروف ما ساعدتش، ان برده المستويات كنا بنلعب منتخبات كبيره، يعني تصعدت من المجموعات، قابلت البرازيل واسبانيا ده اسبانيا في المجموعات، لكن انت لما صعدت للدور اللي بعد كده البرازيل، فالبرازيل فكان ممكن يكون الماتشات مش سهله. كابتن شوقي بقى عمل ايه لما عرف انه هيلعب البرازيل؟ لا لا، هو كابتن شوقي دايما كان بيمد الثقه للعيبه، وهو واثق في اللعيبه اللي معاه، ان لا احنا ممكن نلعب اي حد وفي اي وقت، ما فيش مشكله خالص. لا كان عادي جدا، وبالنسبه للماتش احنا كسبنا البرازيل هنا، كان في ماتش ودي قبل البطوله في مصر هنا، فالموضوع هو الموضوع مش صعب، بس مش مستحيل، بس هو صعب شويه اكيد طبعا. بس البرازيل برضه كان منتخب تقيل. صلاح لو كان معاكم كنت تقدروا تكملوا في اكتر من كده؟ ولا كنتوا اكيد طبعا شايفين ان لا احنا مش محتاجين حد من اللعيبه الكبار معانا، احنا نقدر لوحدنا ان احنا نكمل، خاصه ان انتوا جيل كبير اصلا. بص هو المنتخب بتاعنا كده طبعا جيل كبير وكل حاجه، بس اي لعيب طبعا بيجي من لعيب كبير بيجي معانا اكيد اضافه للفرقه، سواء كان معانا الوينش وحجازي والشناوي، كلهم اسامي كبيره جدا اكيد ضافوا لل. بس اكيد انت زعلت يعني، واخد 2 مساكين واحنا بنلعب كنا ماشيين كويس، كان بيلعب التطور يعني، واخد حجازي والوينش ولاعب معاهم. هو طبيعي اي حد في مكاني ما لعبش اصلا هو طبيعي انه يزعل، فما حد يجي مكانه طبيعي برضه هيبقى زعلان ومتضايق. بس طبعا بالنسبه للاثنين لا، هم كانوا اضافه لينا كبيره جدا يعني، هم اضافوا للفرقه وساعدونا كتير في البطوله ان احنا نوصل نصعد من المجموعات، لهم كان لهم سبب رئيسي بصراحه. طموحاتك الفترة اللي جاية؟ لا طموحاتنا ان احنا مع فيوتشر نقدر ننافس على كل البطولات، نحقق كل حاجة ان شاء الله السنة دي، واقدر ان انا اكون موجود بصفة اساسية في الفرقة. مين مسك الاعلى في اوروبا؟ راموس. وفي مصر؟ بحبه. في مصر في اسامي كتير كويسة يعني، في كابتن مدحت عبد الزمالك، كابتن وائل جمعة في الاهلي. انا كنت قريت ليك تصريح اول لما رحت في الزمالك مين مسك الاعلى، كنت بتقول لي تقول وائل جمعة. انا عمل لك مشكله التصريح ده شويه قبل ما تخش كده بوابه نادي الزمالك؟ بالنسبه لي لا، ما حدش يتكلم معايا في دي خالص. خالص لا، وانا اصلا انا برضو حتى كنت في اللقاءات برضو كان بالنسبه لي يعني انا بقول حاجه انا حاسسها وخلاص، انا خلصت. جاهز للفقره الثانيه؟ جاهز. نلعب بقى لايت بقى، دي فقره خفيفه. ماشي. نروح للفقره الثانيه مع محمد عبد السلام. الفقرة دي بقى
انت هتلبس دي على عينيك وهنسألك سؤالين وهترفع انت للناس وهتوريهم انت بقى ونيتك. يا عم ماشي. ارفع بقى. سؤال بصراحة، شايف ولا مش شايف؟ بصوا عشان النور ده جامد فضارب في عينيا شايفه، لكن هنا لا. بجد؟ لا والله. حط كده ورقة قدامي. طيب ماشي هنبدأ. لا مش شايف. ملتزم ولا خاربها؟ ملتزم. متأكد؟ متأكد. طب ارفع ورقة. رفع صح ولا مش شايف؟ صح. بس انت قلت ان انت مش شايف. والله مش شايف. طيب تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ طيب استنى، انا كده رافع دماغي فوق اهو عشان ما تقولش. ارفع ورقة. صح كده ولا ايه؟ صح جدا. انا كده رافع صح؟ ايوه. تحب النوم ولا السهر؟ النوم. ارفع ورقة. تمام نزل. شوف بقى ايه اختياراتك. ارفع اختياراتك بقى، شيل على عينيك وارفع اختياراتك. هي دي اختياراتك. طب حلو. ملتزم. السهر. خبر ابيض. صح بنسبة ده اللي انت عايزه. انا مش عايز حاجة، انت اللي رفعت انت لا. ونيتك. ده صح بنسبة كده، ما نتكلم 20% في المية. ايش يعني؟ طب انت عايز كده. احساسك عالي جدا بصراحة. شوف. نروح بقى للفقرة الأخيرة، الاختيارات السريعة. ماشي. جاهز لها؟ جاهز. نروح للفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة والاختيارات السريعة مع محمد عبد السلام. الاختيارات دي ما تفكرش، يعني دي ورقه فيها الاختيارات كلها حاجه ما انت جايب لي الاسامي دي انا ما تفكرش. ماشي. اختار. ماشي ماشي. امينه خليل ولا ريم مصطفى؟ اسم امينه خليل. صبا مبارك ولا طارق عماد؟ لا مش عارف الاثنين بس ماشي. طارق عماد. ويزو ولا الريزو؟ ويزو. اندي رستم ولا سعد حسني؟ سعد حسني. جنش ولا ويجز؟ جنش. سعد سمير ولا اسماعيل ياسين؟ سعد سمير. بيضحكك اكتر من اسماعيل ياسين؟ مفيش موقف معاه تحكي؟ لا حاجات بقى خليها بقى منه. لا واحد بس، واحد من اللي ينفع يتحكي. انا والله مش فاكر، انا بس انا هحاول اجمع. جمع كده واحد بسرعه. والله احنا بنقول تفكر فيه. لا واحنا بنقول اصل في موقف بس مش قول. قول الموقف. قول. كنا في لا كنا في التسخين موقف كده، كنت انا هو تقريبا مش بادئين، فانا كنت اسخن انا هو، فانا بسخن جامد فبيقول لي فاهم عبد السلام انت نسيت انك مش بادئ ولا ايه؟ علي ماهر ولا حسام حسن؟ لا علي. علي ماهر. بنت الجيران ولا ناس مني ومن دمي؟ بنت الجيران. ادينا حته بنت الجيران. لا مش حافظ والله. حته صغيره. والله ما حافظ. ايوه سكر محلي محطوط على كريمه. بنقولها ازاي دي؟ انا مش حافظ. غني. هي الكلمه جايه لوحدها؟ لا غني كوبلي منها. مش حافظ والله. هتغني. انت مش مصدق ان انا مش حافظ يعني؟ قولولي. طب وانا اقول انا سكر محلي محطوط على كريمه. سكر محلي محطوط على كريمه. كمل بقى. والله ما فاكر. محمود علاء ولا احمد فهمي مين فيهم وسيم؟ محمود علاء. اوسم من احمد فهمي. ماشي. عبد الغني ولا عبد الباسط حمود؟ انت هتروح النار على فكره. عبد الغني. صوت احلى من عبد الباسط. صوت لا عبد الباسط طبعا. اصحابي بقى ما ينفعش اختار حد غيره. محمود الونش ولا عربيه الونش؟ محمود الونش طبعا. غادة عادل ولا ياسمين عبد العزيز؟ ياسمين عبد العزيز. رضا البحراوي ولا احمد فتوح؟ كغنى ولا كوره؟ كغنى. كغنى. رضا البحراوي. تحب رضا انت؟ طب ادينا حته بقى رضا دي مش هسيبها. والله ما حافظ. لا حافظ لرضا. والله العظيم كنت مولعها في الفرح مع رضا. بس ما بحفظش والله اغاني. والله ما حافظ. ما زائد ان الصوت ده ما ينفعش يغني. لا عادي ما انت والله مش هسيبها غير لما تغني. والله ما قول لي. طب كوبليه كده كامل وانا اغني. ناس مني ومن دمي. ناس مني ومن دمي. كمل بقى. حدش فيهم شال همي. مش اوحش من صوتي. لا. حسام حسن ولا ابراهيم حسن؟ ضحنا انت بالاغاني دي. حسام حسن ولا ابراهيم حسن؟ وقفت كتير. اختيارات سريعه. هو الاثنين الاثنين انا معايا الاثنين ما فيش مشكله. محمد رمضان ولا سليمان عيد؟ محمد رمضان. عمار حمدي ولا وجبه دينار بوكس؟ هو عمار بيحب الاكل فهاخد الاثنين. عشان مش ينفع اخد الواحده هيزعل. لا هو مش كومبو. هو هيزعل عشان يبقى عايز ياكل، ما انا اخده اجيب له اكل بالمره.
بياكل كتير قوي. من اجل زيكو ولا صلاح ريكو؟ من اجل زيكو. اختياراتك دمرت حياتك؟ لا مفيش اختيار دمر حياتك كده؟ لا خالص الحمد لله. كل اختياراتك راضي عنها؟ الحمد لله. الحمد لله كده خلصت حلقتنا. ايه رايك؟ لا زي الفل. اتمنى كده ان هي كانت خفيفه تبقى خفيفه عليك. لا كانت خفيفه جدا. فانت ما قلتش اي حاجه خالص، ماسك العصايه من النص. لا والله انا قلت اللي انا شايفه صح بس. ان شاء الله ربنا كده يوفقك ويكرمك الفتره اللي جايه ويبقى موسم خير عليك كده. يا رب يا حبيبي. شرفتني ونورتني يا عبد السلام. انا اللي مبسوط اني كنت معاك.